اهلا بيكم معانا النهارده في يوم جديد من يوم رمضان. النهارده هنعمل لكم فطيره حلوه. فطيره حلوه بناكلها في بيتنا، في بيتنا احنا كنا بنعمل الفطيره دي، فطيره رقاق طري، وبنعمله بالسمنه والزبيب والجوز الهند، بيتسقي باللبن والسكر. حاجه يعني مش عايزه اقول لكم قد ايه جميله، اكيد ناس كتير قوي بتعملها. هي طبعا حاجه مصري قوي، فاحنا يعني شبه كده ام علي، بس يعني ايه، بتبقى كده فطيره بالرقاق الطري. رقاق الطري ممكن بتلاقوه موجود مع اللي بيبيعوا الكنافه وبيبيعوا القطايف، وممكن تعمليه كمان في البيت، سهل جدا جدا. وانا بقى ايه اشتريته، امين اهو، عامل زي الفراشيح. ها، عارفين الفراشيح اللي هي السيناوي؟ هما برضو ايه نفس الطريقة، بس هي بتبقى طرية، ما بيخلوهاش يبقى ناشف قوي. وهنبله النهاردة باللبن والسكر والسمنة طبعا البلدي والزبيب وحتة قرفة صغننة. عايزة تحطي فيها مكسرات؟ ممكن تحطي مكسرات، تحطي عين جمل، تحطي بندق، بس احنا كنا بناكلها بس عادي خالص من غير اي حاجة خالص، ولو سوداني ولا اي حاجة. اول حاجة هعملها ان انا مش هغلي اللبن، هدفي اللبن، لازم يكون سخن اهو. لبن عادي اهو حطيته هنا على النار، وهحط معاه السكر عشان هنسقي بيه. حبة سكر حلوين، وهنقلبهم. بالطريقة دي النهاردة هنعمل برضو عصير مختلف، عصير جزر وبرتقان، وانا هقول لكم عشان انتوا شايفين معانا دلوقتي الجزر ليه حطانا على النار، هقول لكم ليه بعدين. ماشي، خليه بس كده نص سلقة. اوكي، دلوقتي بس هنحط اللبن حلو قوي كده، نخليه يبقى دافي. هحط مع اللبن شوية فانيليا عشان يدي طبعا ريحة حلوة اهي، عشان كل ورقة تاخد منها شوية. وهحط بقى معايا التكة بقى بتاعتنا اللي هي ايه، هنحط معايا شوية الجوز الهند مع اللبن. ليه بقى؟ علشان ينعم ومبقاش كده ايه يعني جامد، لان في ناس ما بتحبش الجوز الهند لانه بيبقى ناشف قوي. فانا هحط الجوز الهند اللي هو هيتفرق مع اللبن اللي احنا هنروح ساقيين بيه الفطيره. كده يبقى احنا ايه خلصنا اللبن، خليه كده ايه ما يكونش يغلي اهو، فانيليا وسكر وشويه جوز هند. هروح بقى دلوقتي حاطه هنا في بتاع كده حلوه، اروح ماسكه ورقه ورقه، وهنروح ايه رشين بيها مغرفة، وهروح حاطة بيها كده. انا عايزة اقول لكم ان هي لما الورقة تبقى كبيرة كده، انت ممكن تقطعيها من هنا كده وتروحي قطعة ايه هنا، هتروحي قطعة كده وتروحي حاطة تاني من الناحية التانية. يعني انا مش عايزاها تبقى ايه اهي، وتروحي قطع كده وتروحي حاطه دي بعديها، مفيش مشكله. هنروح حاطين دلوقتي حبه اللبن، هنسقي بيها حبه اللبن اهي في نفس الصينيه اللي انا هحط فيها. ليه بقى؟ لان انا طبعا عايزه اغرقها شويه لبن، عايزاها تبقى طريه كده وجميله، ما تبقاش ناشفه. مش لازم تبقى ناشفه اهي. هنروح حاطين فيها اللبن، وهنروح بقى بالفرشة بتاعتنا هنروح حاطين السمنة البلدي في كل واحدة اهي. زي ما قلتلكو ان احنا حاطين السكر جوه اللبن علشان احنا مش هنحط سكر تاني، خلاص اهي. وهكذا هنروح بقى حاطين كل ورقة شوية. زي ما قلتلكو ان هي دي طبعا اتقطعت، هنروح حاطينها هنا اهي، وهنبلها برضو، وهنروح حاطين بقية ورق بتاعنا.
ليه طري؟ لان هو الطري بيساعدك اساسا ما يبقاش مقرمش وبقاش ناشف. احنا عايزينه ايه؟ طري. هنروح حاطينه كده ونروح مظبطين، يعني مثلا ايه 4 ورقات، ونروح حاطين تاني وتاني، ونقعد ايه نكرر العملية. بس برضو لازم كل واحدة نحط بينها السمنة. يعني هي هتكون حاجة دسمة شوية، بس ايه اهي، وهنروح حاطين عليها زي ما انتوا شايفين كده بالفرشة. هتقعدي ايه اهي كده، بالظبط كده. شايفين طبعا الجوز الهند متفرق، هتروحوا مفرقين في كل حتة كده بالسمنة البلدي، سمنة بلدي، سمنة نباتي، يعني السمنة اللي عندك يعني هي لازم تبقى ايه سمنة. هتعيدي تاني طبعا، هتشيلي طبعا الناشف قوي لو هو عندك نفشف شوية، تروحي حطاها كده. بس مش ناشف قوي. زي ام علي كده يعني. نروح حاطين ايه واحدة تانية. اهي. نروح مقطعين نصها. ونكمل. وبس بعد كده طبعا لما هي هنخلصها بالسمنه والزبده، السمنه واللبن والسكر والـ3 رقات، هتروحي حاطه بعد كده الحشو بتاعنا، زبيب ماشي وجوز هند بقى تاني خلاص، وزي ما قلت وحبه قرفه صغيرين. ولو انت عايزه انك انت تحطي اي نوع من انواع المكسرات، تحطي فستق، تحطي عين جمل، تحطي سوداني، بندق، زي ما انت عايز. بس انا احنا كنا بنعملها كده من غير مكسرات. هروح برضو حطاها باللبن اهي اهي كده، وهروح حاطه دلوقتي عليها الزبيب. تحطيها زبيب حلو بقى، يعني هي فطيره الزبيب يعني. انا بالنسبه لي طبعا ام علي بناكلها طبعا بالمكسرات وفيها زبيب كتير، بس انا بالنسبه لي احنا كنا بنحبها كده، فانا بعملها كده برضو علشان ايه نوستالجي ايام ما كنا لسه صغيرين الاخوات مع بعض، وامنا كانت بتعملها لنا، فبنفتكر الايام الجميله دي ايام ما كنا بناكل الاكله الحلوه دي. احط بقى شويه قرفه صغننه اهي كده، حبه صغيره صغيره خالص عشان ما تكرفش بس ايه الطعم قوي اهي. احنا حاطين طبعا فانيليا، بس هي حبه قرفه صغيره. عايزة تحطي فيها كمان حبة حبهان، ممكن حبة حبهان، بس يعني أنا بالنسبة لي هي حلوة قوي بالقرفة كده. وهنحط برضو تاني السمنة، وتروحي كده بالفرشة برضو ايه نزلة عشان تبقى الايه اللبن بيروح في كل حتة، يعني ايه مش عايزاها تبقى ناشفه خالص. من الحته دي مثلا ناشفه هشيلها كده اصلا اهي، خليها كده. وهنروح حاطين بعديها، هنروح حاطين هنا بقى ايه عليها الحته التانيه. طبعا انا برضو علشان ايه اول راق عشان ما يبقاش ايه ما يبوظش معايا مع الزبيب ده، هروح حاطاها هنا كده. اروح جايبتي كده برضو
زي ما انتوا شايفين. طبعا هي ايه سهلة جدا، انت ممكن تحطي فيها تفاح، ممكن تحطي فيها برقوق، يعني اهي هتحطي فيها اي نوع من الاواعي، اصل ده عنب يعني انت يعني حاطه فيها فاكهه يعني. فانا بالنسبه لي ان انا لما احطها بالزبيب طبعا علشان رمضان، لكن اي وقت اي وقت انك انت عايزه تعمليها بنوع تاني من انواع الفاكهه ممكن انك انت تحطي فاكهه فيها، مش هتقول لا خالص وهتبقى جميله، بس هي لازم تبقى بالايه بالرقاق الطري اللي انتوا شايفينه ده، لان الرقاق الناشف هتبقى ناشفه قوي وانا مش عايزه انها تبقى ناشفه اهي كده. وهنروح حاطين عليها اهي بايدك بقى ايه الحلوه دي كده كده كده، تروحي ايه تايسه عليها بقى برضو حبه كده، امسحها بقى كده عشان ما نقعش ايه. وهنروح حاطين عليها التانية اهي، دي اخر واحدة هتحطيها كده. زي ما انت شايفة انك انت هتغطيها، يعني انت هتغطيها ايه كده بشويش، وتحط لها طبعا السمنة. يعني انا بالنسبة لي طبعا يعني الواحد ممكن ياكل في رمضان حاجة شوية كده دسمة، ما بتنفعش غير بالسمنة بصراحة، ممكن بالزبدة بس يعني ايه دي بتبقى طعمها مختلف مع الرقاق. يعني مع الجلاش مع الباف باستري تبقى زبدة يعني، بس دي حاجة كده ايه مصري. تقلوش ما تقلوش، كوبايتين رايب بعديها ممكن تزيح كل حاجة. اهو وهنروح حاطين بقى ايه اخر واحدة برضو اهي الورقة الحلوة بتاعتنا، ما شاء الله جميل ومعمول حلو. وطبعا علشان انك انت تخليه يفضل طري لازم انك انت تحطيه بفوطه عشان تقدري اكتر وقت ممكن انك انت ايه، هو اصلا الرقاق هو كان طري زمان كانوا بيعملوه طري، بس دلوقتي طبعا بنخزن وما عندناش وقت، وكان زمان بقى جدتنا بتعمله وتقعد تعمل بقى طبعا الرقاق الجميل، وفي الصعيد طبعا جميل اكله صعيدي دي كمان. ها فبالنسبة لي أنا الرقاق الطري هو الحقيقي، لكن التاني الناشف ده اللي احنا بنقعد نبل فيه ده حاجة مخزنها منخزنينها، احنا بقى كنا بنعمل الحاجة على طول كده فرش أول بأول. تمام أهو اهي دي كده وهنحط عليها بعد كده برضو الزبدة، وكده يبقى الفطيرة بتاعتنا الحلوة الجميلة اللي هي حلوة فعلا اهي بالسكر، طبعا حاطين طبعا السكر جوه اللبن مش محتاجين تاني. هنروح بقى حاطينها عليها الزبدة كده شوية، السمنة سوري سمنة سمنة سمنة. بالفرشة كده عايزة بايدك طبعا مش مشكلة، وتروحي حطاها في الفرن هتبقى حمرة وجميلة، وتبقى ايه هتقطعيها عادي، ومن فوق خالص هنروح حط عليها برضو شوية اللبن، بس انا مش هحط اللبن بالجوز الهند ده دلوقتي، هنحط لبن عادي. ليه؟ علشان اللبن ده بالجوز الهند هيتحرق، احنا لازم عايزين القشرة كده من غير اي حاجة. هنروح حاطين عليها كده اهي، ونطلع بعد كده نحطها فين بقى، نحطها في الفرن، تبقى دي فطيرة بتاعتنا، نحطها في الفرن ونطلع فاصل عشان نرجع نعمل المشروب بتاعنا العصير جزر بالبرتقال. شوفكوا تاني.